فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، مكملين حتى ما تفنص، ونبداو في استقبال ضيوفنا. والضيف اليوم اكيد الحدث يفرض نفسه، البارح تتويج الاتحاد المنستيري بكأس تونس للمرة الاولى في تاريخ النادي، واكيد الفضل الكبير لمجموعة من الاشخاص، لكن الفضل كذلك يعود للمدرب هو قاد الفريق للتتويج هذا. معنا بالتليفون الكوتش لسعد جردة. كوتش هلا بك. مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. باهي كوتش، شحطيت لها مش كان في ماتش البارح كاو راي سيزون كاملة؟ الاتحاد المنستيري من احسن الفرق في البطولة كورة كذلك واداء ونتيجة. البارح ظهر لي كانت الكونفيرماسيون ماتش كومبلي كما نقول. نعم حطيت لها حتى شيء، الحاجة الوحيدة اللي حطيت لها وانا نمنو بالعمل اللي قاعدين نخدموا به، نحاولوا باش نطوروا كرة قدم في المستير. هتعرف دي الفوتبول في تونس وفي العالم بصفة عامة يديفلوب كل 5 دقائق، فهمتني؟ دونك انا من الناس اللي نحب نتابع الاشياء الجديده اللي موجوده كل يوم، شيون كونتاكت مع زملائي في المانيا، مع زملائي المدربين في النمسا، وقاعدين نشوفوا الكوره كيفاش تقدم، واللي ناخذه من عند زملائي ولا انا اللي نفكر فيه، نحاول باش نطبقه قبل كل شيء، نطبقه في الوليدات الصغار في الاكاديمي نتاع المنستير، ونحاولوا باش نعطيوه ليكيب سينيور زاد. باهي كوتش، البارح شنو عمل الفريق في المقابله ضد الاسبيرونس؟ هل الاسبيرونس ترجي بطل تونس دون هزيمه؟ ظهر لي اول هزيمه حتى في الموسم البارح ترجي. لا انت تعرف انا من الناس اللي ما نحبش نحكي على المنافس كيفاش يلعب، المنافس يحكي عليه ديما المدرب نتاعو. احنا البارح كنا عرفنا كيفاش ناخذوا في التيران، عرفنا وانا ماش ان كوبي اللي ماش دو كوبي يزن نرقوه ما فيهوش تعادل. طلعنا القدام، حبينا الادفرسير يخسر الكره في وسط التيران، هذا اللي كان عندنا، وعرفنا من بعض نقاط الضعف اللي موجوده في الترجي الرياضي، موجوده في اي فريق في العالم، وعرفنا كيفاش نستغلوا الفرص. وكان يعني الانتصار كان حليفنا، خاصه بريمير ميتون الاولاد عملوا ماتش كبير ياسر، يعني فريمون خلانا. انا واحد من الناس شفت وان اليوم المسير ما نجمش تخسر. الكوتشينج كان مهم جدا، خصوصا في ياسين العامري. ظهر لي علي العامري ظهر لي ما وفقوش ربي البارح، ضيع زوز كور راس. الكوتشينج ظهر لي، شفت الملاعب كان اللي خرج شويه من الماتش هكا بدلته بياسين. لا هو مش الكوتشينج، انا ماذا بيا تكون قبل الكوتشينج، هي العلاقه بين المدرب وبين الملاعبين بتاعو. يعني كي تشوف ياسين العامري لعب ضد نادي الصفاقسي وكنت متغشي عليه، وبعد 5 دقائق دخلته وعاود خرجته، لكن قعدنا مع بعضنا في الاوتيل، خسرنا لبعضنا في عينين بعضنا، قلت له راك اللي عملته ما ينجحش الفريق، انا ما نحبش ملاعبي برك ينجح، نحب الفريق بصفه عامه باش ينجح، وانا راني كيما بوك تغششت عليك، وتورى بعد 10 دقائق كل شيء وفاء، حضر روحك راك باش تاخذ رومبلاسون وراك باش تدخل، ونحب نعطيك البلوس. ربما هذيك كان شحنة معنوية، على خطر هو كان يظن اللي أنا بعد المباراة هذيك كنت متغش عليه، كنت ربما مش نحيم الكادر. هبط للتراء وعرف كيفاش يجاوب وكيفاش يصلح الأغلاط اللي عملهم في مباراة نادي الصفاقسي. بالنسبة علي العمري، علي العمري من أحسن المهاجمين في تونس، شفت بعض الفرصة اللي ضيعها يعني قدام الكون، وأنه معاش النجم يعطي، وعلى ذلك قررت نعرف أنه ياسين العامري ان جوار قدام الكون ملاعبي ويعرف يحط الكرة في الشبكة، ومن صاب كيفاش قولها اللي عمل حاجة ونجح فيها له أجر، واللي عمل حاجة وما نجحش له أجرين، واللي عمل حاجة ونجح فيها له أجر. الحمد لله. بالنسبة لموزيس ذهلي كان افتراضي خروج نتاعو. بالنسبة لشكون؟ موزيس الكوما. موزيس هو اللي طلب، موزيس ضرب، وتعرف انا ما نحبش ملاعب يكمل الماتش ما هوش حاضر 100%، هذا في صورة ما اذا تصير حاجة بعدش يقول لك انا قلت لك خرجني، دونك دخلت ملاعب اللي هو حكيم تقا كان حاضر بالكدا، عرفنا كيفاش الموتيفيو لوست بتاعنا، بعد ما دخلت حكيم تقا وزلت دخلت حسام تقا اللي كان يلعب على اليمين دخلت لوست، وقلت لهم اوكي الاولاد انتوما زوز اخوة عاونوا بعضكم وشوفوا كيفاش سكروا وسط الترام، وبكلمة انتوما زوز اخوة ولاو يعاونوا في روحهم كثير، ولاو فريمو يعاونوا في روحهم. التكتيك مو كوتش الفريق سوبل برشا، معناها يتحول معناها ما يتقلقش، يلعب بثلاثة في الاكس يلعب بزوز، شنو هو السر نتاع هذا؟ السر نتاع هذا هو ان ديما نقول للملاعبية ما يلزمكش تلعب كيما الناس الكل تلعب، يلزمك تلعب كيما انت
نجم تلعب. انا مسي فان اونترينور اللي وقت اللي فرنسا تهز الكوب دو موند بلوك با نجي نقول لها نلعب كيما فرنسا. ليفربول تهز الشامبيون ليغ طالعين لفوق برا نطلع لفوق. نحاول انا وحدي، انا سي بروفيسور دو فوتبول نخدم لحد اليوم، نخدم على الاتحاد الاوروبي نبعث لهم ليزيكزارسيس فهمتني. دونك انا نحاول من ناحيتي كيفاش كره القدم العالميه بصفه عامه تتقدم. في توجور ان كونتاكت افيك لو اف ا على خاطر استاذ كره القدم، وقاعدين نحاولوا كلنا مع بعضنا باش كره القدم تتقدم. دونك اون نيفو دو تاكتيكون نورمال اللي اليوم الكره، انا شخصيا نخمم كل يوم كيفاش الفوتبول لازم يتقدم، كيفاش لازمنا نلعب الكره من غير ما الادفرساري نجم يفك هنا. دونك اون نوتيليز دي شوز. انا كما قلت لك الحمد لله مغروم ياسر بالكره، نرقد 3 سوايع 4 سوايع. جو ترافاي با على خاطر نحب الفلوس، جو ترافاي على خاطر نحب خدمتي. وانا ديما نقول للاعبيه نتاعي والستاف نتاعي ما لازمكمش تخدموا الكره على خاطر على الفلوس. شوف كريستيانو رونالدو، شوف ميسي، ناس قاعده تخدم وتعطي في نتيجه عندها فلوس ينجموا يبطلوا الكره، اما على خاطر يحبوا الخدمه نتاعهم. وهذيك اللي بيها الفائده، وهذيك ماذا بينا اللي احنا نتعلموها، الفلوس تجيب بطبيعتها. اما يلزمك الخدمه نتاعك اللي كانت هوايه ولات كل يوم الخدمه نتاعك، هذيك اللي لازم تعطيها وقتك. وهذا نعطي انا برشا وقت للتكتيك، نعطي برشا وقت للملاعبيه نتاعي، ونخمم ديما كيفاش الادفرسير يلعب. نخمم ديما، ما نخممش نقاط الضعف تاع الادفرسير، نخمم في نقاط الضعف، وكي نلقى نقاط الضعف نعرف وقتها منين نجم كيما نقولوا من اين ياكل الكتر. شفنا قبل السي بي لعبت على الشامبيونا، ظهر لي عملت عام وتراجعت المستير كيف كيف، عملت عام ولا عامين وتراجعت. شنو هي الوصفه كوتش باش الاتحاد نشوفوه العام الجاي كيف كيف ينافس على الالقاب؟ لا، هذيك موجوده ديما في تونس، هذه النيجاتيف، الافكار النيجاتيف موجوده في تونس. احنا بدينا سنه في المستير، ربحنا الاربع ماتشات الاولانيين، قالوا باش يكملوا لليتا وشوفوا في الرتور كيفاش يولي. صحيح، في الرتور مشينا بالكدا، قالوا تو نشوفوا بعد الكونفيرمون كيفاش يوليو. بعد كونفيرمون مشينا بالكدا، تو جينا الكوب دي تونيزي، تو نشوفوا عام جاي كيفاش يمشيو. لا، هذه فكره خايبه. انا نعطيك ان اكزامبل نتاع دي كلوب اللي نعرفهم. لايبسيك كانت في ديفيزيون 3، طلعت للدو، طلعت للناسيونال، لعبت الايرو ليغ، لعبت تو الشامبيون ليغ، وصلت لحد للدمي فينال تاع الشامبيون ليغ. اما انت تعرف برشا فلوس لايبسيك، مثل كيف كيف هوفنهايم، جمعيه صغيره ما فيهاش برشا فلوس. الجمعيه دي ربحت البايرن 4-0. احنا يلزمنا نتعلموا حاجه، وان ما لازمناش نقولوا ديما نلقاو الاعذار، يلزمنا نلقاو الحلول. انا يلزمني نلقى حل باش الجمعيه نتاعي تنجح. انا جاني رئيس الجمعيه وقال لي باش نبيع كابو في الصيف، قلت له بيعه رغم اني كان ملاعب. جاني في الشتاء قال لي باش نبيع على زهير، قلت له بيعه. جاء توا بعد الكونفيرمون اللي احنا حاجتنا بالملاعبي وقال باش نبيع ايمانويل اكبادو من احفل الملاعبيه، وقلت له بيعه خاطر انا ما نلقاش الاعذار، هاو فلان ناقصني وهاو فلان ناقصني. جو شيرش توجور لو سوليسيون. هذا كان يبي الفايده. ومازال حتى عام الجاي المسير ايتوران جراند كلوب مازالت باش تنقص الجمعيه. تو سميت الملاعبيه هذم الكل اللي خرج، وكيف كيف في حكم مؤكد تقريبا خروج كبوتو تو انت اكدي وتنفي خروج كذلك موزيس لياس جلاسي مطلوب برشا. هذا ما ينجمش يضعف الفريق كوتش العام الجاي، والا عندكم البديل؟ الو تسمع فيا كوتش؟ سمعت سؤال؟ لا اي سمعت تفضل. اي لكن 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 انا نقول لك انت راهو خروج اوكبوتو، اوكبوتو ما تنساش وقت اللي جاونا من برشا ناس ما كانوش موافقين عليه. ضربت عليه على الطاوله وكلمت الرئيس، قلت له انا حاجتي بيه مادام وصل يلعب في ليكيب ناسيونال اماتور نتاع نيجيريا، مادام يكون عنده دي كاليتي رغم اللي 6 أشهر ما لعبش. ايمانويل اكبادو كيف كيف مشى الفريق كبير في تونس وما قبلوهوش. موزيس جبناه من جابس كي تحت. دونك ملاعبيه راهو نقول لك حاجه، التمارين هما اللي يعملوا الملاعبيه. كي تترينا وكي تخدم في لونترينمون تنجم تعمل ان بون ايكيب. بقدره ربي جبنا ملاعبيه باهين، الملاعبيه اللي باش يمشيو باش يجيبوا لنا الفلوس. وانا ديما نقول الجمعيه اللي ما تبيعش الملاعبيه ما تنجمش تعيش على طول المده، يعني تطيح. انا نحب نبيع ملاعبي ولا زوز، نخمم بس الملاعبيه نتاعي اللي عندي يبداو خالصين يبداو شاخين. ما نحب استاجات. نعطيك مثال، الى اليوم او في السيزون فات المستير ما خرجت من نزل الحبيب، نزل نتاع رئيس النادي. رفضت باش نمشيو الحمام بورقيبه، رفضت باش نمشيو القمرت، رفضت باش نمشيو الجربه، على خاطر خيرت الفلوس هذيك كل تمشي شهر نتاع ملاعبيه، وربي جزانا ومشينا في الطريق الصحيح.
ما نطولش عليك اخر سؤال كوتش، ظهر لي مشكل الملاعبيه حتى انت بلغه البورصه نقولوا الاسهم نتاعك طالعه، صحيح جددت لاي كونترا نتاعك مع المستير، لكن اكيد نتصور ثم عروض كوتش هكا ولا؟ العروض موجوده، العروض موجوده، اما الى حد الان نحب نقعد في المسير وقاعد في المسير، لكن ما تعرف احنا نقولوا في المانيا كره القدم هو شغل يومي، تنجم اليوم تخدم هنا وغدوه تخدم غديك، كل شيء موجود كل شيء ممكن. اما انا قلت لك فرحان في المسير، وكان فما حاجه اللي رونو ترضيني انا وترضي النادي ما نعرفش شنو باش يصير. واضح، شكرا لك، يعطيك الصحه بصراحه، شيحتونا كوره كوتش السيزون كامله. عايشك ربي فضلك، مرسي بوكو. انتم زاد برامج نتاعكم شيخونا بكبيره وبرنامج حلو ياسر. شكرا، الله يخليك، يعطيك الصحه كوتش. دونك هذا كان معنا ظهر الكوتش الاسعد الشابي ومردود كبير للاتحاد المنستيري موسم كامل، ان شاء الله نشوفوه يتواصل العام الجاي، وخاصه نشوفوه يتواصل في مسابقه الكاس الكاف الفريق مترشح لها الموسم القادم. فاصل الموسيقى ثم الاخبار، وبعد راجعين في فريق بلاي مكملين حتى